كلمة بالعربية من فضلك أستاذ. كلمة بالعربية. كلمة بالعربية. هذا يوم تاريخي، لأن كما قلناها يعني الشهيد، لأن الشهيد الأكلي أيسيو هو يمثل يعني شهداء الجزائريين الذين استشهدوا خارج من التراب الجزائري. هذه نتكلم دائما على الشهداء اللي يعني استشهدوا في الجزائر، في يعني في ليماكي، في الجبال، في القرى، ولكن ربما نسينا الإخوة اللي استشهدوا خارج البلاد، ومنهم هو أكلي أيسيو، هو رمز يعني يمثل هاد النخبة هذه. ويعني حيت رانا قمنا بهذا اليوم هذا التاريخي، راه لابد هذا اليوم هذا يكون فيما يخص تاريخ الجزائر يوم مهم، ويكون يعني شبان الجزائر كلهم يكونوا على بالهم بالشيء اللي قاموا به جدودهم في الخارج. صباح الخير الحاج، واش اليوم هذه؟ اسمح لي اخي، واش اليوم بلجيكا تتكلم على هذا الشهيد؟ نعم، كلمني على هذا الشهيد. شهيد الله يرحمه، رحمه تعرفنا به. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et c'est la première fois après donc 60 ans qu'on va mettre une plaque justement à la mémoire de ces étudiants qui sont sacrifiés pour l'Algérie. Oui. Et là, on a fait le jour de la fête qu'on a tué à la Turquie. Voilà, c'est un ancien. C'est un chahid de l'Emet. On a fait le chahid de l'Emet. On a fait ما عرفناش كيفاش، الآن مازلنا ما عرفناش. الله نقولوا إنسان كان ستوديا، كان يقرا لا ميدسين، كان كنا فيها عندنا واحد الجزائري اللي كان هنا، كانوا خبرين. ما هو الأول هنا في هذا في بلجيكا. وكيفاه السلطات البلجيكية هذاك العام كي شافوا العلم تاع الجزائر؟ على العلم في التفينه تاعو قال لك شافوا العلم تاع الجزائر. شافوا العلم تاع الجزائر، كان معاه كي دفنوه حطوا العلم تاع الجزائر. إيه هذاك احنا كعلى الشهداء اللي ماتوا، احنا كنا نديروا انا بنفسي كنت ندير لهم العلم، تحطوا عليه العلم. والفكيين كانوا هنا معنا، كانوا معنا لبرج هنايا، كان هنايا لافوكا، كان اخوان كيف يقولوا له نسيت شويه، انا مشات لي الحال بزاف، كانوا اللي هنا كانوا يعاونونا. ولكن السلطات ما احنا على كل حال في الوقت هذاك نقول لك ما على بالناش كاع حتى ندخل على كيف السيد. قلنا كان عندنا في الفوتو، كنت انا هنا في وقت كنا في لاميكال دي زانجيلي، انا يا في لا فوتو نتاعو، يا في لا وكاين مش غير هو، كاين عندنا في الناحيه نتاع شارلر وطنيك كاينو ثلاثه نتاع الشهداء اللي ماتوا تما مقتولين. احنا نقولوا يا خويا شوف، باش نقول لك راني حنا واحد كان يسميوه شامبير، كان عندهم النون تاع ما هوكش، كنا خدمو سرية، ما كناش كان واحد مزمي روحو يعني قالوا هذا شامبير هذا ذبحوه. نقولوا احنا في الوقت اللي كنا فيه
نحن ندخلوا في هذا ندخلوا في هذا هذا شويه كانت كان هنايا معنا كان جبهة التحرير وكان المسار الإسلامية il y avait des gens qui ont fait beaucoup de mal. C'est malheureux que je le dise, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Alhamdulillah, يعني كل حال. هذا الناس هذا يقولوا كاين واحد السي العمري الله يرحمه إنسان أول مسؤول هنا نتاع جبهة التحرير. كانوا هنايا في الناحيه نتاع شارلوروا سي العمري كان سي العمري من الصحراء نقول لك ماشي كان ثاني جماعه نتاع الشريف عطار كاين بالقاسم بالفركوس كاين سعيد تباح كاين فرح بن احمد الله يرحمهم ناحية شارلوروا هادو هما اللي كونوا أولين اللي كونوا جبهة التحرير هنا في الأخضر والأخوان تاعنا اللي كانوا في لاميساليس مع الناحية تاع مساني الحاج إذا تي كونتر نقولوا باللي هما حنا عندنا في الحلم تاعنا في الوقت هذا كنا صغار قلنا يا ودي هادو الناس قتلوهم لاميساليس الناس نتاع لاميساليس مذبوحين والشريف عطار دخلوا عليه ولكن في الوقت هذاك صاب كانوا عندنا لي جروب دي شكون ابي لي بريك دي شوب اللي فهموا على هذاك الوقت طاحوا في الشريف عطار هذا كان هو هنا في الناحيه تاع بلجيك ناحيه تاع شارل سورتو سكي لي الجيريان اللي كانوا هنا في الوقت هذاك سي دي بوكو دي جون الجيريان دي كابيل دي تفسانيان دي سا سيتي دي سيرتو دو لارمي فرانسيس سيتي لا باسكي لا كنا في فرنسا فرنسا احنا كنا فوتنا ديجا لارمي تاع سيرفيس ناسيونال كوميد الفرنسي هذاك الوقت اللي درنا فيه هذاك كانوا يحوسوا علينا بس قبضوا با مال دي زون الجيريان اللي قبضوهم تما ولبسوا ومن بعد يقولوا الناس واخونا قال لك معيني كي وصلوا للجزائر هربوا ما قعدوش ما وحنايا جانا امر من عند جبهه التحرير لا فيديراسيو دو فرانس على ليبوك ما كانوا يخدموا سريين شافنا وقت كل جزائري اللي لقاو له باش يدخل لارمي في 54 يلزم يكون خوي لا يخوي للبلاد ما يقعدش هنا يدبر راسه هذا قطع الباسبور نتاعك قطع على كاردونتيتي كاع الوقت اللي عندك فرنسي رميهم قالوا احنا هنا يتي واحد 15 واحد في باري اكزاكتومون هنا في رانديفو في لا غار دي نور تاع شارلوروا يا في لارمي لا جادارميري سيركولي اللي قبضوه مشى عندي خويا انا يا خويا جيمو انا وياه توام كما يقول خويا هو قبضوه داهم لفيرساي باش يفوتوا باش يفوتوا السيرفيس قال لي خويا احكي لي خويا خاطر من بعد هربوا هما هربوا قال لي كان واحد الكابيتان يجي يقول لنا ايا لبتي زالجيريان غادي ان شاء الله تروحوا تجاهدوا في سبيل الله نعلم بك انا نروح نجاهد قال لي وكاين هذاك نعطوهم واحد السيرفيس حتى خلطوا عليا كنت انا ديجا في شارلوروا روح خلطوا عليا ومن بعد صرا بين جبهة التحرير مع الأمدية نتاع سالي الحاج كما تعرفوا وصرا البقار بيناتنا هنا نقولوا باللي جماعة اللي مدبحون هنايا تاع جبهة التحرير دايور راهم مدفونين في العالية راهم بعثناهم للعالية ماتوا راهم ثم مع الشهداء لا وإن شاء الله الحمد لله احنا نعملنا الواجب نتاعنا وربي الحمد لله سلكنا. يعطيكم الصحة. الله يبارك فيك.